فاز مولودية وهران على حساب جمعية شلف بهدف دون رد من توقيع اللاعب بجنينة في الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء ليحقق أبناء بوعكاز الفوز الثاني لهم هذا الموسم والأول تحت قيادة المدرب الجديد بوعكاز. التغطية للزميل حسين سعيدي. المباراة كانت قوية، حنا درنا اللي علينا، جا الهدف عن طريق ضربة جزاء. نظن كنا شوية غايسين في لاكسيون هذيك. الحمد لله. أنا شنو نقول لك، نخدموا الماتش الجاي، عندنا ماتش في استادنا، ماتش روطان مع شباب تصاورة، نخدموا الماتش الجاي ونسيو نعوضوا الخسارة تاع اليوم. مباراة كما على بالكم ماتش ديربي، على بالنا بلي يكون ماتش صعيب، يتلعب الجزئيات. راطينا بريمير طون البالون عارفه تراتيت اون كيزي، كانوا عندنا دي زوكازيون نات ما استغليناهمش. كما يقول لك خساره هذه ما تحقوهاش، ان شاء الله نخدموا لقدام، مازال الشامبيونات طويله، ان شاء الله نخدموا في هذه دو ماتش اللي باقينا في استادنا. ان شاء الله هذا فريق كبير بحجم ولدة وهران، لازم اي جوار يلعب في فريق ولدة وهران يكون مسؤول على الفريق، كاي جوار اي مسير في اي في فريق مولودية وهران لازم يكون مسؤول على الفريق. حنا كونطون جوار بان شغل نديروا الماكسيموم باش نخلوا هذه اللي كيف الناسيونال، ان شاء الله هذه اللي كي ما تلعبش على طيحه، ان شاء الله حنا ماذا بينا نكونوا مكلاسين لقدام ونفرحوا الجمهور تاعنا. ان شاء الله المستحقات الماليه وغير ذلك اللاعبين راهم صابرين بطبيعه الحال. هذا المشكل كما قال لك في كاع البطوله الجزائريه ماشي غير في فريق مولودية وهران، حنا نسيو كما قال لك عطاونا لي بروميس وكاع لي بريزيدون، ان شاء الله كما قال لك غير يابليكو اللي هضروها الهضره اللي قالوها لنا، وان شاء الله حنا كما قال لك اللي يبقى علينا في التيران ونفرحوهم ان شاء الله. والله شنو نقول لك، معناها احنا انصار او كيحب الفريق نتاعو يساند اخر رمق لاخر وقت. احنا معناها ملي شوفمون وكانت عندنا شويه وعود اللي اليوم باش يقفوا معنا الحق، معناها ثم بعض الانصار ربي يهديهم، واحنا رانا في بلاد مسلم، وثم اللي عنده والديه متوفين وهما امك امك، عيب وربي يهديهم. المهم يضر لي خلصوا هما لي بيي نتاعهم باش كيما نقولوا يعاونوا الجمعيه. دونك راه اللي دونك المولديه تلعب في قاعه الترتيب راهم يزيزرت لو تيران، مي اون دوتر زيكزومبل دي زيكيب كي يلعبوا في نفس الوضعيه نتاعنا، لكن لي تيران نتاعهم راهم معمرين. 2016 2017 تلعب على الطايحه، موان 6 بوان، دو ماتش با جوي، استاد معمر. يفو سانسبيري دو سا، فهمتني؟ اللي يحب الفريق للالوان مش للاشخاص. ماهوش مستوى كبير، حاجه واحده اخرى ثاني انا نقول الحكم نثيق فيه بزاف، هذا بتات الغلط ولا غلط وضعيتنا وضعيه لامسيو، ما بغاش يخسر ليكيب ان كارتون روج، كان كاين ان دوزيام كارتون جون على نار باسلا هذاك في الديبي دو ماتش، هذاك هو كان لو فيراج تاع لو ماتش بونس ماشي لو بيناتي. ما واش نقول لك، هذا ولا لابيتاج الجيريان ما نحملوش مسؤوليه، مي كان لو فيراج على العموم مقابله كانت دون المستوى ماهيش مقابله كبيره بين الفريقين. وقلت لك لو ليفو تاع اليوم لازم احنا ولمسيو نعاودوا حسابات الفريق في القسم الاول. انا قلت لك بالمستوى هذا ما نقدرش نريزيسيو مع فرق كبيره. اليوم ما شناش اداء من الفريقين، الفريق تاعي يلعب 20 مينوت وبعد غاب على المقابله، لمسيو فاني قاعدوا يبالونسيو لي بال طوال هذوك اللي ما داروا والو، شير بيناتي كان الفوز تاعهم. شنو نقول لك، لازم نعمل ونزيد نوجد اللاعبين تاعنا مقابله قبل، لانه عندنا مقابله متاخره ومقابله داخل الميدان. هذا هو انا نقول باللي هذا هو اللي يخلي الفريق انه يقعد في القسم الاول، ولا ان الفريق يكون عنده مشاكل. لان قلت لك عندنا مقابلتين لازم نخمو لهم، اليوم مقابله نسيان. اليوم قلت لك لو كان صح كنا بيان سافدير كونسونتري واجدين كنا اليوم دون نقاط ثلاث، لانه قلت لك مقابله كانت سهله في الميدان، كانت سهله. الله غالب مش عارف بالك اللاعبين ماشي سي با، والله ماني لاقي لها حل، باسكو كي انا قعدت نتفرج نشوف لو ماتش كان سهل، مي ما قدرناش نسجل ونفوز به. بالك فيها خير ان شاء الله القادم ان شاء الله.